قريب وتطمني اكتر ان انتوا متفاهمين وجاهزين تستلموا تستقبلوا البيبي يعني. طب ومهم بالنسبه لك جدا طبعا ان احنا نبقى متفاهمين وكويسين مع بعض مش كده؟ اه طبعا، يعني ده السبب الوحيد اللي خلاني فكرت في الموضوع. طبعا اكيد اكيد. حضرتك كنت عايز تقول لي حاجه. شادي كان عايز يقول لها الحقيقه وهي انه هيطلق نادين، بس قرر يحاور عليها. هو انت هتناوي ترفعي قضيه على عليا؟ دكتور عليا؟ اه طبعا. انت عايز ترفع عليها قضيه انت كمان؟ في الاخر عليا اختي، فانا مش برضه. انت مين؟ اختك؟ هو انت ما تعرفيش؟ اختك اختك؟ بصي يا فرح، انا ما سمحتهاش على اللي حصل وناوي ان انا ثانيه واحده. عشان كده يا اما انتوا متفقين عليا يا اما دي الكاميرا الخفيه يا اما مسلسل عربي. ايوه احنا في مسلسل عربي. فرح، لو اختي اترفع عليها قضيه تاني يوم الخبر هيبقى على الانترنت وفي كل الجرايد. انت مش متخيله ده ممكن ياذينا ويؤذي سمعتنا قد ايه. ارجوكي اقعدي مع المحامي بتاعك وشوفي التعويض اللي انتوا هتطلبوه، وانا هوفر عليكم القضايا والاجراءات وكل الورق والكلام ده كله، وهديكم التعويض اللي انتوا عايزينه واكتر من اي تعويض ممكن تاخديه في اي قضيه. مين قالك ان انا عايزه فلوس اصلا؟ ما انت عشان برضه. عشان انا ايه؟ عشان انا جرسونه؟ ما اقصدش، انا عارف ان انت بتشتغلي وعارف انك بتدرسي. غير ان انا بشتغل وبدرس، لو ما كنتش بشتغل وبدرس كنت هبقى مجرد جرسونه في الاوتيل بتاع حضرتك. مش ده اللي اقصده ابدا يا فندم. انت عايز ترمي لها شويه فلوس عشان تسكت؟ اللي عايز اقوله انه اي حد بيحب انه ياخد فلوس. اسكت بعد اذنك يا مستر شادي، اسكت خالص. عن اذنك عشان انا عندي شغل. كان نفسي اكون انسان عادي خالي البال بدل ما اكون قبطان اعلي بحار. دي امنيه وحشه قوي. ساعتها ما كناش هنتقابل. يلا يلا الكلب فرق الكلب فرق. ده اللي قلت لكم انا اخي هاسكي جايبني انسان الغابه. حسين حسين هيعضك هيعضك من عض عضه من دراعه. عايز اتكلم معاك. حضرتك؟ ايوه دلوقتي. طب شوفي لي كده السكة أمان؟ أمان، يلا بقى. أنا مش حذرتك قبل كده وقلت لك ما تكلمنيش في الدقيقة 500 مرة؟ قلت لك هشوف البنت، خلاص بقى سيبني أظبط الأمور. يا دي ده برضه ما أنت قدري موقفي، دي برضه مهما كان بنتي حبيبتي. يا سلام يا أخويا، فجأة كده بنتك حبيبتك؟ ده أنت آخر مرة شفتني فيها كنت أنا حامل، كنت عايزني أنزلها، دلوقتي بقت بنتك حبيبتك؟ بعدين عايزني أروح أقول لها إيه فجأة؟ بابا عايز يشوفك. اه يا ديدا ساعتها برضو انا كنت عيل صغير، كان كل اللي في دماغي هدف واحد بس، مش عايز اي حاجه تانية تعطلني عنه، واني ابقى نجم. خلاص بقيت نفسي اكفر بقى.